يلا امسكي. ايه بنتي انت بتعمليه ده؟ انت بتعمليني كده ليه؟ بجد دماغي وجعاني. عاملك ازاي يا حبيبي؟ مالك يا روحي؟ انت اولا ممله، دمك تقيل ووحشه. يعني متقارني ازاي يا روحي؟ يلا بس يلا. على فكره ما تنسيش ان انا اللي بذاكر لك، ولولايا انا ما كنتش هتخش الامتحانات، ولا حتى يعني يا دوب تعدي زي ما بعديكي. يعني انت بجد مصدقه نفسك؟ هو انت عشان بتقعدي كلمتين يا بنتي؟ انا مش فاضيه يا بنتي. انت عارفه انا عارفه بصحى بقعد قد ايه اشرب كوفي؟ طب اقول لك، عارفه بقعد اغسل بس ماي تيس يو نو، عارفه بقعد قد ايه بغسل قد ايه ماي تيس يو نو ذات. انت واحده فاضيه ما عندكيش حاجه في حياتك، لازم تذاكري وتعملي الحاجات دي. يلا بس يلا يلا امشي. يا ربي عليكي نرجسيه قوي. ما ايه يعني ايه الكلمه دي؟ يعني مضطربه نفسيا يا ريم. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده وبرنامجكم نورينا شو. للاسف كلنا بنقابل الشخصيه النرجسيه دي، في حياتنا منها الواضح واللي مش واضح، واللي مش واضح اخطر لانه بيبان مع الوقت، وده النوع الاخطر. اثبتت الدراسات الامريكيه ورابطه الاطباء بمدريد ان الشخصيه النرجسيه دايما راسم لنفسه صوره مليئه بالعظمه والتعالي. هحكي لكم ببساطه، هو بيبقى شايف نفسه فوق الكل، هو نجم النجوم، محب للاضواء جدا، اهم حاجه عنده هو وبس. نادرا لو تعاطف مع حد او مشاعر حد. وقالوا كمان انه بيوصل الاخرين نظره على ان هم مجرد عرايس خشب، دورهم مجرد في اشباع رغباته وحاجاته فقط لا غير. عنده صعوبه في التاقلم مع الاخرين، وعشان كده دايما حاسس بالوحده والتعاسه والحاجه العاطفيه وعدم الثقه بالنفس، وعايز كمان ياخد كل حاجه زي الطفل الصغير بالظبط. وكمان اكدوا ان النرجسيه هي اضطراب نفسي، مرض مزمن خطير. اعزائي المشاهدين، للأسف الشخصية النرجسية عاملة زي السرطان، بيدمر الأشخاص اللي حواليه وبيتغذى عليهم نفسيا ومعنويا، حتى ولو على حساب اللي حواليه وإن كان حتى أولاده. باختصار me, myself and I، يعني أنا ثم أنا ثم أنا. للأسف الشخصية دي ممكن تكون زوج، زوجة، أخ، صاحبة، وتبقى كارثة لو كانت الشخصية دي أم أو أب. تفتكروا إيه اللي بيوصل الإنسان للمرحلة دي من الاضطراب النفسي؟ تعالوا نطلع نشوف ايه الحكايه.